الجديده اهي. يبقى هنا ممكن اعمل فانكشن بتريتيرن سترينج، ممكن اعمل فانكشن بتريتيرن ان، ممكن اعمل فانكشن بتريتيرن حاجه. تعال نعمل بقى فانكشن بقى المره دي بتريتيرن المره دي حاجه اسمها فايل. مش انا ممكن اعمل فانكشن بتريتيرن دبل، بس في الحاله دي لازم ادي له ايه؟ الريتيرن بتاعه. ايه الريتيرن؟ دبل، ما عنديش مشكله. واسميها مين؟ ما ينفعش اندكس 2 واندكس 2، لازم يختلفوا في مين؟ السيجنتشر في البارامتر. مش عارف الناس عارفه ولا ايه، بس يلا. طيب كده ده كده مين البارامتر الفانكشن دي بتريتيرن دبل. ما ينفعش اعمل فانكشن كده بتريتيرن حاجه غير السترنج والدبل والكلام ده كله. قال لك اه ممكن تعمل فانكشن بتريتيرن فايل. بتريتيرن مين؟ فايل ريزلت. في نوع من الانواع اسمه فايل مين. وفي الحاله دي بدل ما تقول له ريتيرن سترنج، هو احترض هنا. احترض ليه؟ لان حضرتك انت عاطيله ريتيرن ارقام، وهو المفروض ريتيرن مين؟ فايل. فانت عشان ريتيرن فايل بتدي له هنا فايل، وتدي له ايه؟ اسم الفايل، الباص بتاع الفايل بتاعك. خلاص ريتيرن فايل. هتعمل ايه؟ قول تاني كده. اندكس 2. ماشي، هنعرف الكلام ده. سيبه ده، سيبه. طيب في غير الفايل، في ممكن في حاجه اسمها جيسون. حاجه اسمها مين؟ جيسون ريزلت. الجيسون ده يا شباب هو اوبجكت جافا سكريبت. اوبجكت مين؟ ايه اوبجكت جافا سكريبت؟ ما خدناش اوبجكت جافا سكريبت. اوبجكت جافا سكريبت يعني زي كده. بص كي وفاليو، كي وفاليو. فين بس معلش، عايز اعمل كومنت. مش هتعمل لي كومنت ليه؟ ماشي، سامري لازم يبقى فوق الفانكشن كده. بص كده يا شباب، عارفين انتوا لما كنا بنعمل كده اوبجكت او بي جي يساوي، افتح قوسين كده، والقوسين دول كنت اجي اعمل ايه؟ كي نيم نقطتين احمد بروبيرتي اوف فاليو، و مثلا ايج نقطتين 25. فاكرين الاوبجكت ده جيسون. اوبجكت جيسون كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو. اوبجكت جافا سكريبت جيسون هو اوبجكت جافا سكريبت. فانا ممكن ارجع اوبجكت جيسون ازاي يا باشمهندس؟ هي اندكس ده 4، ممكن اقول له ريتيرن. هو طبعا هو محترض مستني مين الريتيرن. اروح اقول له ريتيرن مثلا جيسون، وادي له هنا مين؟ وليكن مثلا اي حاجه اهو. مثلا في فانكشن بتعمل كده، في فانكشن بتاخد منك الاوبجكت وترجع الجيسون. الاوبجكت ده ما تصلى على رسول الله. انا اعمل حاجه بسيطه خالص اهو، فار. فار دي بتشيل اي حاجه صح؟ ستيودنت يساوي، انا ما عنديش كلاس، ما عنديش ايه؟ مش عارف ارجع ايه. في حاجه اسمها اون ذا فلاي كده، اوبجكت اون ذا فلاي. تقول له نيو وتحط هنا الكي وتحط هنا ايه؟ الفاليو، بحيث ان انت عايز تعمل اوبجكت انت مش عارف له ايه نوع. انا طبعا لو عندي لسه قدامي هيبقى عندنا ان شاء الله، ممكن اطلع بره الكلاس ده، ممكن اطلع بره الكلاس ده واعمل كلاس اسمه امبلوي. اهو الامبلوي ده هيبقى فيه بروبرتي، بس انا مش عندي كلاس يعني. انا حبيت اعمل حاجه على السريع اهو، بروبرتي تاب تاب انت اي دي. وبعد كده هنا مين؟ بروبرتي انت مين؟ سترنج مين؟ سترنج مين؟ اني اهو بالشكل ده. واسميه هنا مين؟ امبلوي. خلي بالك انا ممكن احط فايل بره، بس انا طلعت في نفس النيم سبيس، وممكن احط في نفس النيم سبيس اكتر من كلاس. عارفين المعلومه دي ولا ايه؟ طيب رحت قلت له ايه؟ بدل ما اقول له يا عم نيو فاضي، اقول له نيو ايه؟ نيو امبلوي. اوبجكت اون امبلوي، امبلوي ده عايز احط له فيه الداتا على طول. اقول له ايه؟ الاي دي يساوي 44 و النيم يساوي احمد مثلا. يبقى هنا كده معايا ستودنت ولا مش معايا؟ اروح اقول له ايه؟ ريتيرن جيسون ستودنت. مفيش مشكله، هيروح يرجع لك ده از جيسون. طيب انا مش بص، هيرجع لك ده از جيسون. ممكن دي تبعتها بقى للراجل بتاع الموبايل ابلكيشن بتاع كذا. نتكلم على حته الجيسون دي قدام، بس اعرف زي ايه معلومات كده عنك كده. طيب ممكن ما ارجعش فايل ولا جيسون، ممكن ارجع ايه؟ في حاجه اسمها فيو ريزلت. فيو مين؟
المرة دي مش هرجع جسم، أنا عايز أرجع المرة دي صفحة. أرجع إيه؟ صفحة، صفحة اتش تي ام ال بقى، فيها بقى فورمة وفيها تيبل وفيها كذا وفيها كذا، عشان اليوزر يشوف ويكتب اللي هو عايز يكتبه، مثلا عايز يقضي له فورمة ويكتب فيها. رحت قلت له فيو إيه؟ والمفروض أرجع له هنا الفيو. ففي حاجة فانكشن جاهزة اسمها فيو. أها كده رجع لي فيو. تمام؟ فيو ريزلت. هو طبعا محترض عشان اندكس 4 واندكس 4، فأقول له دي اندكس كام؟ 5. طيب ممكن ارجع حاجه تانية بدل فيو، ممكن اخليه يرجع فويد. فويد دي يعمل ايه يا شباب؟ فويد يعني ايه؟ يعني نو ريتيرن، هنكتب كود بس. وايه بس بدل ما يدنا 5 يديك كام؟ 6. اللي عايز اقول لك ان الاكشن الكنترولر هو فانكشن زي الفانكشن اللي احنا متعلمينها، ريتيرن وما ترنش والحاجات اللي احنا اتعلمناها. بس اللي زاد علينا وزياده ان انا لازم اعرف حاجه اسمها جيسون. اه حاجه جيسون عادي جدا زي الاوبجكت الجيسون عادي، مفيش مشكله. حاجه اسمها دبل، ما هو زي الدبل بالظبط. حاجه اسمها فويد، حاجه اسمها فيو، عايز ارجع صفحه كامله. بس في الاول وفي الاخر اللوجيك واحد، بس الاختلاف ان انا كنت فاهم السترنج يعني ايه، كنت فاهم الدبل يعني ايه. بس النهارده بقى عايزين نعرف ايه الجيسون ريزلت، يعني ايه فيو، صفحه اتش تي ام ال، الحاجات التانيه بقى. فاهم قصدي؟ لكن هو نفس الكلام، عايز اوصل لدي، عايز اوصل للاكشن ده. اسم الكنترول اسمه ايه؟ تيست. اسمه ايه؟ عشان اوصل لها السؤال ازاي؟ حد عنده مشاكل فيها؟ طيب هكتب كلمه مالكش دعوه بيها خالص دلوقتي. الحاجه اللي انا كتبتها كمعلومه نولج بس كده، ان البراوزر ما بيفهمش الجيسون، او يمنع يعمل بلوك للجيسون. يعمل بلوك لمين؟ للجيسون. لما الفانكشن دي خدت البروبرتي دي، جيسون ريكويست بيهيفير الاو مين؟ يعني في حاجه اسمها الاو ولا حاجه اسمها ديناي. البراوزر ما بيفهمش، ما بيعمل بلوك للجيسون. فانا اول ما قلت له دي فتحت له مين؟ ان هو يقدر يفتح مين؟ الجيسون. ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك خالص، ولا تشغل بالك بالجيسون دلوقتي. بس انا عايز افهم لك ان انا عشان اوصل للاكشن دي اوصله ازاي؟ تيست استشمين اندكس 4، مش اندكس، اندكس 4. فلما رن الابلكيشن تيست سلاش اندكس 4، تعال نكتب سلاش تيست اندكس 4، عارف رجع لك ايه؟ ار دي 44 نيم شكل الجيسون ده. لو رحت على براوزر تاني يفتح لك الجيسون بالشكل ده. فالجيسون ده بقى ممكن ايه، الراجل بتاع الجافا سكريبت، لو احنا بقى عاملين كود جافا سكريبت بقى ولا كذا، ممكن يكلمه بالاجاكس عادي جدا ويرجع نعرض الداتا دي. المهم مش قصتنا، مش قصتنا دلوقتي. يبقى انا ممكن الفانكشن ترجع دبل، ممكن الفانكشن ترجع سترينج، ممكن الفانكشن ترجع مين؟ جيسون ريزلت، ممكن ترجع مين؟ فيو ريزلت، ممكن ترجع فويد، ده فويد ما بترجعش حاجه، ممكن ترجع فايل ريزلت، حاجه اسمها مين؟ فايل ريزلت. دي كلها انواع من مين؟ من الطيب. بيقول لك انت ممكن في الجيسون ده، الجيسون ده ممكن تقول له ان ده اصلا اسمه اكشن، ده اسمه ايه؟ اكشن. ده اسمه ايه؟ اكشن. ودي اسمها اكشن، ودي اسمها اكشن. انا قال لك ان الجيسون ريزلت ده تعال روح له. جو تو ايه؟ هو بيورث من مين؟ يعني هو جيسون ريزلت بيورث من مين؟ يعني الاب بتاعه مين؟ حلو جدا الكلام ده. ما تيجي نروح للي هو الثاني ده اللي هو كان اسمه ايه؟ فيو مين؟ جو تو ايه؟ ديفينيشن، في جو تو ديفينيشن بالشكل ده. ده بيورث من مين؟ فيو ريزلت بيس، صح؟ روح له بقى جو تو فيو. بيورث من مين؟ يبقى الاب بتاعه هو ايه؟ وده الاب بتاعه ايه؟ ايه ده؟ ده انا ممكن اريح دماغي يا باشمهندس، بدل ما اقول له ايه؟ مره جيسون ومره فيو، ممكن اريح دماغي اقول له ايه؟ اكشن ريزلت. ليه؟ لان ده اكشن ريزلت وده اكشن ريزلت، وهما الاثنين الاب بتاعهم اكشن ريزلت، فانا ممكن اقول له ايه؟ انت بترجع اكشن ريزلت، وانت وانا جوه بقى ارجع له فيو، ارجع له جيسون، ارجع له كذا. خلي بالك ده بيرجع جيسون. انت عارف لو قلت هنا قلت له فايل ريزلت غلط، لان هو ده بيرجع مين؟ جيسون، فيحترط. لازم تقول له جيسون مين؟ ريزلت، فلازم يرتني جيسون. لكن لو انا قلت له اكشن ريزلت مش مشكله. ليه؟ لان الاكشن ريزلت ده هو الاب بتاع مين؟ بتاع الجيسون، والاكشن ريزلت هو الاب بتاع الفيو، والاكشن ريزلت هو ده ممكن اخليه مين برضه؟ اكشن ريزلت.
واقول له ريتيرن بقى اللي انا عايزه، ريتيرن واللي انا عايزه بقى مثلا فيو او فايل او ايه اللي انا عايزه بالشكل. حد عنده مشكلة لحد الان؟ يبقى دلوقتي الاكشن ريزلت، لو انا ممكن ارجع فايل، هرجع فيو، هرجع جيسون، هرجع اللي انا عايزه، ممكن اكشن ريزلت. لو انا ضامن ان انا خلاص عايز اكتب جيسون ريزلت، انا كده كده برجع جيسون، ممكن دي انا خلاص انا متاكد ان هو جيسون، ممكن يا اما تقول له جيسون يا اما تقول له ايه اكشن ريزلت. مش هتفرق في حاجه، لا مش هتفرق ولا اي حاجه، لا انت بس حددت ده جيسون ريزلت. طيب اعرف المعلومات دي تكنولوجيا، هنرجع لها تاني دلوقتي، هنرجع للكلام ده كله تاني دلوقتي، انا بس بدي اوفر فيو. صلاه سلم، تعالى نعمل كنترولر تاني كده بسيط خالص بالشكل ده. كنترولر بسيط خالص، او خلينا في نفس الكنترولر تيست ده، في اندكس 1 اندكس 4 اندكس كام؟ 6. لما انا رجعت هنا الامبلوي رجع معايا ولا لا؟ بيقول لك الامبلوي ده مش الداتا بتاعتك؟ مش ده الداتا بتاعتك؟ والكلاسز بتاع الداتا بيز والكلام ده كله؟ بيقول لك يفضل ما تحطهاش في الكنترولر. المفروض الكلاس ده يتاخد زي ما هو كده ويتحط في ايه؟ في الموديل. فكليك يمين يا عم الموديل، كليك يمين اد حاجه اسمها مين؟ كلاس، والمره دي اسميه مين؟ امبلوي. ودي الكلاسات بتاعنا واحطه هنا ايه؟ بالشكل ده. بس هو في نيم سبيس اسمه ايه؟ فيرست ام في سي دوت مين؟ لما اجي اخد نسخه منه هيجابني مشكله، هيجابني مشكله كبيره. ليه؟ لان حضرتك لما انت قلت له هنا امبلوي هو مش فاهمك، اول ما تجرب منه يقول لك ايه؟ يوزنج. يوزنج مين؟ بص اول ما عملت كده قال لي كتب لي يوزنج فيرست بروجكت دوت مين؟ عشان النيم سبيس بتاعته. فلما عملت كده هي شايفه ولا لا؟ فالموديل يقول لك احط فيه الكلاسات اللي هي الداتا بتاعتك، الداتا بقى الداتا بيز والبروبرتي والكلاسات، يبقى ده الموديل. اما الكنترولر ده الاكشن بتاعك. تعال نرن البروجكت بتاعنا ونشوف تيست، كان اسمها تيست 4، كان تيست 4 اول ما رن ما عنديش مشكله خالص يرجع بالشكل ده. طيب يبقى كده الكنترولر هيبقى فيه الفانكشن اللي انا عايز اوصل لها من خلال اليو ار ال، واليو ار ال بتاعنا مكون من الحاجتين اللي هكتبهم تاني دلوقتي، اللي هو اسم الكنترولر، كنترولر نيم سلاش مين الاكشن نيم، يبقى اسم الكنترولر سلاش مين اسم الاكشن، يبقى اسم الكنترولر سلاش اسم الاكشن عشان اوصل لمين؟ لاسم الاكشن عشان انفذها. الاكشن ده ممكن يرجع ايه؟ ممكن يرجع سترينج، ممكن يرجع دبل، ممكن يرجع فلوت، ممكن يرجع جيسون، ممكن يرجع فيو، ممكن يرجع كذا، ممكن يرجع اكشن ريزلت، وجوه الاكشن ريزلت اقول له رجع فيو اللي انت عايزه. حلو جدا، بس انا مش فاهم الحاجات دي كلها يا باشمهندس، هنفهمها مع بعض، اللي هي فيو وجيسون والريزلت والكلام الكبير ده، بس سيبه دلوقتي. الموديل قال لك الموديل ده لو انت عندك داتابيز او عندك كلاسز حطها جوه مين؟ جوه الموديل. يعني انا لو عايز اضيف انتيتي فريم ورك اضيفها جوه مين؟ جوه الموديل. انا مش هضيف انتيتي فريم ورك، انا عملت كلاس اكن ده الكلاس اللي في الداتابيز بتاعنا اللي هو امبلوي اي دي ومين ونيم، نشتغل بيه بس لحد ما نشوف فيه داتابيز ولا لا. يبقى هنا الكنترولر بحط فيه الفانكشن بتاعتي، والموديل بتاعي بحط فيه داتابيز. حلو جدا. ما تيجي هنا بقى نرجع نضيف في الهوم هنا، وامسح كل حاجه في الهوم، امسح كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. الهوم ده في كام اكشن؟ في كام اكشن دلوقتي؟ ولا اكشن. حلو، عايزين نعمل اكشن كده جميل ولذيذ بابليك، بس المره دي مش هقول له انت، المره دي اقول له اكشن ريزلت. اقول له اكشن مين؟ اكشن ريزلت، اكشن ريزلت، واسميه اي اسم، اسميه اندكس، اسميه مين؟ واقول له المره دي ريتيرن، لو انت عايز ترتن جيسون هتقول له جيسون، ما عنديش الجيسون يا باشا، انا عايز ارتن فيو. قال لك لو انت عندك فيو عايز ترتن اكتب كلمه فيو. فيو دي فانكشن جاهزه، فانكشن مين؟ جاهزه. ايه الفيو الفانكشن جاهزه دي؟ اول ما تقول له ريتن فيو، افهم معايا الحته دي بقى. اول ما تقول له ريتن فيو وتنادي على الفانكشن دي، بيروح الكنترولر ينادي على الفولدر اللي اسمه فيوز، على الفولدر اسمه ايه؟ يدخل جواه يدور على فولدر اسمه بنفس اسم الكنترول اللي هو فيه. انا في كنترول اسمه ايه؟ يدور على فولدر اسمه هوم، جوه الهوم يدور على صفحه جواه اهو هوم، يدور على صفحه جواه اسمها بنفس اسم الاكشن، اسمها ايه دلوقتي؟ بيدور هل في صفحه هنا اسمها اندكس؟ هل في صفحه اسمها اندكس هنا؟ فهو باي ديفولت هيضرب، وتعالى نشوف اللي هيضرب هيقول ايه. كنترول ران
رن كده. او ما كتبت له هنا هوم هوم سلاش مين انت. تعال حط بريك بوينت عشان تطمن ان هو بيجي هنا. بص حط بريك بوينت، عارفين البريك بوينت ده عشان ايه؟ ابدا ازبج الكود. انا اول ما اكتب له هو هوم سلاش اندكس وادوس انتر، اروح على البريك بوينت اعمل ايه؟ وقف اهو، جاء البريك بوينت. لو في كود هنا هينفذه. حلو جدا حلو جدا. اروح على مين؟ على تيد. هيروح يدور على فولدر في الفيوز اسمه مين؟ على صفحه اسمها مين؟ واول ما رن راح يرجع بقى بالايرور HTML او هنشوف نوعها ايه. هتبقى HTML هو لو لقاها كان هيرجعها. طيب راح بيقول ايه؟ بص بيقول ايه؟ ان في ايرور ان انا الفيو اللي اسمها مين؟ او ده نوت فاوند. انا رحت دورت، قال لي انا رحت عملت السيرش. عملت ايه؟ عملت سيرش فين يا عم الحاج؟ قال لي عملت سيرش في الفولدر اسمه مين؟ فين حته في الفيوز بتحديدا؟ في الهوم على اي صفحه اندكس دوت اس بي اكس. الاس بي اكس ده يا شباب اللي هو الويب فورم اللي انا قلت لكم خلاص اتلغى، اللي هو الويب فورم اللي انا ما خدناش فيه ولا عطينا اصلا اللي هو كذا، ما لقاش. عارف لو لقى صفحه اسمها اندكس دوت اس بي اكس كان هيرجعها. طيب ولقيت دورت كمان على صفحه امتدادها بالشكل ده ما لقيتش، وعلى صفحه امتدادها بالشكل ده ما لقيتش، وعلى صفحه امتدادها بالشكل ده ما لقيتش، وعلى صفحه امتدادها ايه ده؟ اقرا كده اندكس دوت سي شارب اتش تي ام ال، سي شارب دوت اتش تي ام ال. ايه ده؟ هي دي اللي هنعرفه في الفيو النهارده دلوقتي. او صفحه فيجوال بيزك دوت اتش تي ام ال. فيجوال بيزك دي حاجه زي السي شارب كده ما لقيتش. او صفحه رحت بقى خرجت من الهوم ده ما لقيتش في مين؟ في الهوم. دورت على فولدر اسمه ايه؟ شيرد. دي يعني ايه؟ كل الابلكيشن شيرد مشتركين، ما ده حاجه مشتركه ما كله. على شيرد على صفحه اسمها مين؟ اندكس. او شيرد على صفحه اسمها اندكس فيجوال بيزك، ولقيت ما لقيتش اي حاجه من ده كله. فانت عندك ايرور بالشكل ده، انا ما لقيتش ايه؟ ما لقيتش الصفحه دي. بص قال لك دورت لما زهقت ما لقيتش اي حاجه. ادي الايرور صريح وواضح. يعني انا حضرتي لو انا جيت هنا كده في الهوم ده مع نفسي كده ورحت عملت نيو ايتم، نيو مين؟ في نيو ايتم هنا، نيو ايتم، وعملت اي صفحه، بص اي صفحه، اي صفحه، اي صفحه اهو، وعملت الصفحه دي سميتها بص اندكس، وقال لي اسمها اندكس دوت سي شارب اتش تي ام ال زي ما هو قال لي. بص كده عملت صفحه اسمها اندكس دوت سي شارب دوت مين؟ هو طبعا هو مهبل وعامل حاجات ثانيه، هو مسحها كلها. هكتب انا ايه؟ كود ال HTML اللذيذ اللطيف بتاعي. هلو فيو. هلو مين؟ ايه يا باشمهندس؟ انا اعرف ان الكود بتاعنا HTML. ايه السي شارب دي HTML؟ ده بقى الفيو. انا انطلقت من الكنترول على الفيو، خلي بالكم، رحت للفيو دلوقتي. الفيو يا شباب قال لك اصلا انا هكتب هنا كود HTML. طب رحت خليته لك ايه؟ HTML. واحيانا هكتب كود سي شارب، احيانا هكتب كود مين؟ فقال لك انا عايز اكتب خليط من ال HTML وخليط من مين؟ سي شارب. فراح عمل لك ايه؟ سي شارب HTML. راح سماه سي اتش سي اس HTML. ده امتداد للفيو بتاعتنا، عشان جواها تقدر تكتب HTML وتكتب جواها مين؟ سي شارب. خلاص؟ فمش معناه بقى ده امتداد موجود زي سي اس اس، زي ال HTML، زي الجافا سكريبت، امتداد موجود. احسن حد يقول لك ايه؟ انا عايز اكتب بي اتش بي مع سي شارب، راح اعمل امتداد ايه؟ بي اتش بي سي اس اس. ما خلاص بقى اقول لك انا فهمت اللعبه. لا، ده هو في امتداد اسمه سي اس اتش تي ام ال، ده تقدر تكتب جواه، هو امتداد موجود في الفيجوال ستوديو. تقدر تكتب هنا ايه بقى؟ نقدر نكتب ايه يا شباب؟ نقدر نكتب سي شارب، ونقدر نكتب كلمه مين؟ اتش تي ام ال. بس اللي انا كاتبه حاليا ده سي شارب ولا اتش تي ام ال؟ ده اتش تي ام ال. تيجي الرن كده بقى، اسم الصفحه بتاعتي اسمها ايه؟ هوم سلاش مين؟ هيدور على صفحه في الفولدر اسمه هوم، على صفحه اسمها مين؟ امتدادها سي شارب مش هتفرق، امتدادها فيجوال بيزك اتش تي ام ال مش هتفرق، اي امتداد. المهم ان في صفحه ولا ما فيش دلوقتي؟ في صفحه امتدادها اسمها اندكس دوت مين؟ بس اسمها اندكس. طب لو انا عملت كده رنين سميتها اندكس 2 مش هيلاقيها. ليه؟ لان هو فعليا بيدور على صفحه اسمها مين؟ اندكس. ورحت قلت له لا، انا هرجع بقى في كلامي، بدل ما اسمها كده اسمها مين؟ اندكس رينيم. قلت له مين؟ اندكس. حلو كده؟ سميتها اندكس.
كده الهوم كده ايه اندكس. يقول لك بدل ما تروح للفولدر وتعمل انت كليك يمين واد اندكس واد كذا، قال لك بص ولا تشغل دماغك، ديليت ده كده ديليت ده كده، بدل ما تعمل بايدك تعال على اللذيذ اللطيف ده الاكشن ده، ده ايه الاكشن، وكليك عليه، كليك ايه كليك يمين اهو كليك. لو انت قلت له جو تو فيو، لو في فيو هيروح لها، بس فعليا هو بيقول ايه كليك يمين في حاجه اسمها مين، عارف اول ما تقول له اد فيو يقول لي اسم الفيو اسميه، هو باي ديفولت بيسموه لك بنفس اسم ايه، لو انت عايز تغيره غيره، سموه لك اسمه ايه دوس اوكي. اه اعمل ايه، هو راح هو كرييت لك صفحه دلوقتي في الـ في الـ في الهوم. طبعا هو قال لك الراجل ده كاريت فيو، فالفيو ده اتش تي ام ال، فالاتش تي ام ال محتاج بوت ستراب، فالبوت ستراب محتاج جافا سكريبت، فالجافا سكريبت محتاج جكويري، فراح نزل لك الناجت، راح هو ايه ينزل لنا هيسه دلوقتي، عشان هو قال لك ايه الراجل ده شغال فيو، يعني اكيد الفيو ده بتحتاج جكويري فينزل لك الجكويري. المهم ما علينا، راح ينزل لك مين الفيو، الفيو ده فاضي خالص اكتب فيه كلمه مين اتش 1. ولما قلت له ادي شباب ضافوا لك فين حته، هل ضافوا لك في حته معينه ولا هو ضافوا لك فين في الفيو جوه الفولدر اسمه مين؟ تعالى كده بقى رن كده الابلكيشن بتاعنا عشان اوصل الاكشن ده يا اميره، اوصله ازاي؟ اسم الكنترولر، وهو انا قلت له ريتيرن مين، هو مع نفسه هيفهم ان هو هيدور على هوم ستيشن اندكس، هيروح للفولدر اسمه هوم، الصفحه اسمها مين احنا كاتبين فيها هلو فيو. ما تيجي نرن كده بقى ونشوف ايه الدنيا، رن كنترول اف 5 او دي او ما اكتب سلاش هوم سلاش اندكس، انا قال لي هلو مين، مالكش دعوه باللي ظاهر فوق ده، قال لي هلو مين، وحضرتك عايز تغير في الاتش تي ام ال ده تقدر تكليك يمين كده، كليك يمين جو تو ايه جو تو فيو يوصلك للاتش تي ام ال، كليك يمين تقول له جو تو اكشن او تو كنترولر يوديك للكنترولر، كليك يمين جو تو فيو ده انا قلت له ايه، كليك يمين جو تو فيو اهو قاعد تتنقل بين الفيو، على الرغم ان ده فولدر وده ايه فولدر، بس هم شايفين بعض وعارفين بعض عشان ماشي ستاند. انا هكتب هنا بقى تيبل مثلا تيبل، وجوه التيبل تي ار، وجوه التي ار تي دي ما شاء الله تي دي، وجوه التي دي ادي واحد واحد واحد، وتي دي هي ثانيه اثنين اهو بالشكل واحد واحد. قال لك في بوت ستراب معاك، انا اعرف البوت ستراب ده محطوط فين، ادي له كلاس مين تيبل بالشكل ده. تعال رن الابلكيشن بتاعنا كنترول اف 5، انت انا اعمل ايه؟ 11 و11 اه اللي هو التيبل بتاعنا اللي هو اه هو ده مثلا 3 3 بالشكل ده، ادي شكل التيبل. ولو التيبل ده فيه صفوف كتيره بالشكل ده بالشكل ده مش مشكله الشكل. يعني هكتب هنا سي شارب، اكتب هنا كذا، اكتب اتش تي ام ال، مفيش مشكله خالص. هنكتب السي شارب ازاي بقى؟ هو ده السؤال. انت مش قلت لي هنا سي شارب اتش تي ام ال؟ قال لك اكتب سي شارب اللي انت عايزه زي ما انت بتكتب. بس ده الطريقه دي بيسموها كومنت. هنا ازاي؟ الكومنت في الاتش تي ام ال مش عارف انتوا عارفينه ولا لا. بص كومنت في الاتش تي ام ال بتعمل كده. هنا كومنت، هنا بنكتب حاجه اسمها رازل. رازل سينتاكس طريقه الرازل. طريقه مين؟ الرازل. ايه طريقه الرازل ده؟ قال لك اكتب سي شارب زي ما انت عايز. بس جاب لي كود السي شارب بتكتب علامه الات، ده الرازل، واكتب سي شارب يعني ايه؟ ات واكتب اللي انت عايزه، ات واكتب اللي انت ايه يعني. قال لك ده بس سي شارب، قال لك ايوه انا عامل لك رازل اكتب عشان اسهل عليك الدنيا، اكتب هنا سي شارب ازاي؟ ات وفور، عارفين فور؟ في حاجه اسمها فور تاب تاب، ات فور ايه ده؟ ده جوه السي شارب تقدر تفتح تاجت ايه؟ اتش 1 وقفل اتش 1 وتكتب هلو. واقل من كام؟ من 20. اقل من كام؟ ايه ده مش هتكتب ليه؟ اه الكبس لوك مقفول. عارف كده معناه يا شباب؟ بقول له ات فوق. الجمال في الرازل هنا يا شباب، اجمل حاجه في الرازل مش عبكويجه زي جافا سكريبت لازم تفتح كونكاتينيت ومش كونكاتينيت والكلام ده كله، لا بص ده ات واكتب سي شارب، وعايز تروح حول للمود اتش تي ام ال ايه؟ اكتب كذا. طب انا عايز اكتب سي شارب ات اي
عادي. انا عايز اكتب مثلا اتش تي ام ال بي، عايز اكتب سي شارب ات. يا الدنيا لذيذه لطيفه لذيذه الدنيا ايه سلطه زي ما بيقولوا. طيب هنا كود سي شارب جاب لي كلمه ات، كود اتش تي ام ال ما جابلوش كلمه ات. طب ما تيجي تعمل كده ات واف، واكتب كده واكتب الكود بتاعي. ما الداتا بتاعتنا يا جميله جايه، هتبقى جايه من الكنترولر، احطها هنا احطها هنا احطها هنا، نكتبها كود سي شارب. ما نحتاجش كود سي شارب نكتبه هنا، احتاج اعمل لوب، احتاج اعمل كود سي شارب، احتاج كود سي شارب، احتاج اعرض اطبع. السي شارب هنحتاجه للطباعه فقط، في الرازور هنا هنحتاجه للطباعه فقط ليس الا. اعرفها بس دلوقتي وانا اعرف هنستفيد منه ايه. طيب انا عايز اعمل هنا اتش 1، اتش 1 دي مكتوب فيها كلمه اللوب. الكود ده هيتكتب كام مره؟ مره لما رن الابلكيشن بتاعي كده فعلا هو اتكتب مره واحده بس هلو. طبعا دي ده اللي فوق دي هلو ام في سي اهو. ده اهو اتكتبت كام مره؟ انا عايز اكتبها مره ثانيه، اعمل ايه؟ اخدها مره واكررها. طب عايزها 100 مره، اخدها واكررها 100 مره. قال لك انت ممكن تعمل ايه؟ تاخد الكلام ده هو مره واحده بس. عايزين نعمل فور، حد يمالينا اعمل فور ازاي؟ لسه اكتب سي شارب ازاي؟ اد فور تاب تاب اي من 0 لحد كام؟ 5 مثلا. والاي ايه؟ عايز اكتب اتش تي ام ال ولا كونكاتينيت ولا حاجه، ده على طول اضرب اكتب كده شاف اهو، اعمل ريفريش. كتبه كام مره؟ 5 مرات. اهو عايز اكتب كود سي اس، والله ده زي الفل اهو. ستايل كلاس ستايل ايه؟ كالر اللون بتاعي مين؟ ريد. اللي انت كنت متعلمه موجود معانا، مفيش اختلاف، ما فيه عادي خالص جدا، بس احنا ننظم يعني، احنا مش هنكتب كده، بس انا عايز اقول لك اللي احنا اتعلمناه موجود معانا. طيب انا عايز اكتب عايز اطبع الاي دي. لو حضرتك دي كتبت هلو هنا وكتبت اي هنا يضحك عليك، عارف ليه؟ لان الاي هنا متشاف از ايه؟ از اتش تي ام ال، فيكتب لي اي اي اي. انا عايز الاي دي اعمل ايه؟ هات يا شباب قبلها سي شارب، بقت سي شارب 0 1 2 3 زي الفل. خلاص هنا الفيو جميلة ولطيفة ولذيذة. في بلاس عايزة تجمعي؟ اجمعي. لا لا مفيش كونكاتينيت هنا زي الفل. وبعدها عايزة تكتبي هلو اي ايتم مثلا وكذا كذا، اكتب لازق في بعضه شغال مفيش مشكلة. مفيش كونكاتينيت. مفيش بلاس ولا كونكاتينيت، هو فاهم اللي مكتوب قبلها ات، هو فاهم ان ايه؟ سي شارب. طيب عايز اكتب هنا بقى كود اتش تي ام ال، هيطلع تكتب الشيت ميل اهو اهو ديفايه، وجوه الديفايه دي عايز اكتب اتش سي شارب، اكتب اد مثلا انت اكس يساوي 77 اهو سي شارب. عايز اطبع الاتش الاكس ده، لو انا قلت له اتش 1 في سيمي كولون اهو، بس ما حطيتهاش مش مشكله. طيب هو كده محترض على ايه؟ عشان هتكتب يساوي، فالمشكله ان هو في اليساوي هنا محتاج مني ايه؟ القوسين. المهم ايه؟ لو الاكس ده فاريبل عايز اطبعه اقول له اكس، هيحترض، لازم اقول له وقت مين؟ لسه اقول له ده تاني. انا عايز اكتب سي شارب كتير، عايز اكتب سي شارب، يعني مثلا عايز اعرف فاريبل كده انت اكس، فاهو اك انت مين؟ اكس، وعايز اعرف فاريبل تاني انت واي، اك انت ايه؟ واي، وعايز اجمع اكس وواي، فهتقول ايه؟ اك اكس بلس مين؟ بلس واي. بالك بدل ما تكتب الكود كده كل مره ات ات، عايز اعمل حاجه كده، عايز اعمل بلوك اكتب فيه كود سي شارب. قال لك اعمل ات وافتح القوسين دول، ات وافتح الكيرلي، معناه انت كده كله موجود سي شارب. يعني ايه كله سي شارب؟ يعني اكتب بقى، مش هتعمل ات تاني بقى، ات اكس يساوي زيرو. ده مش محتارد هنا، لو الراجل ده عايز يكتب هنا كده واقول له اكس، بس لو انت قلت له بص، لو انت كنت هنا شغال انت هنا في الحته دي مود ايه؟ المود بتاعنا هنا كده ايه؟ مود ايه؟ مود شارب. احنا حولنا المود بتاعنا بقى ايه؟ بقى اتش تي ام ال. ارجع للمود بتاعك هتقول له ات عشان توصل لمين؟ ادام ما انت غيرت المود بتاعك، المود بتاعك كان سي شارب، فاول ما غيرت المود بتاعك يعني بص مش هنختلف، انا اتعلم الرازل، بس الرازل هو سي شارب يسبقه كلمه ات، سي شارب يطبقه كلمه مين؟
طيب يعني يا باشمهندس لو انا عندي اري زي الاري اللي الجميل اللطيف ده كده، عارفين الاري ولا ايه؟ اهو اكتب كده فار اكس يساوي مثلا اري، بتتعمل ازاي دي؟ انت اري اكس اكس مثلا يساوي نيو انت كده ولا ايه؟ ممكن ندي القيم كده اهو بالشكل ده، وادي القيم بتاعتها ايه؟ 2 2 4 4. يا ابني سي شارب، هو سي شارب عادي مفيش مشكله، وبدل ما بدل ما تطبع الاكس اكس هتفور اتش بقى. ازاي نفور اتش بقى؟ ها اطلع بره خالص، ها ممكن اقول له ايه؟ اد فور، انت لو هتطبع هنا عادي ما تكتبش اد. بص يا شباب لو انت هتكتب هنا فور اتش عادي، عشان انت اصلا لسه ما جيت في ايه؟ في سي شارب. لو انت طلعت بره لا، يعني لو طلعنا كده هيشوفوا ايه؟ كله وفور اتش على مين؟ عادي جدا مفيش مشكله خالص، واشتغل وعايز اطبعهم في يو ال يو ال يو ال يو ال، اعمل مين؟ الاي واعمل ايه؟ اللي هو مين؟ اطبع مين؟ اي. لا لا بس انا مش الغرض ان انا اطبع يعني، بس انا بفهم الناس ان احنا بنكتب ايه؟ حاجه عادي جدا. حد عنده مشكله في اللي انا قلته ده يا شباب؟ تعرضنا كده الابلكيشن بتاعنا نشوف ايه اللي خطا. لحظه طبعا عايز امسح ده بقى اهو، تمام حلو جدا. طيب يبقى هنا في الفيو بكتب كود HTML كود CSS كود جافا سكريبت كود سي شارب. طب انا عايز اكتب جافا سكريبت، تعالى هنا كده اقول له مين؟ طبعا احنا مش هنعمل كده، احنا الجافا سكريبت ده بيبقى فايلات بره. طيب هكتب كلمة ألف، عارفين ألف دي ولا إيه؟ طب الحمد لله. ألف هلو. طب عايز أكتب سي اس اس، أجي هنا كده وأفتح حاجة اسمها مين؟ وأكتب مثلا البادي لونه إيه؟ باك جراوند كولر، اللون بتاعي لون اللي هو الجري بالشكل ده. لما رن الأبلكيشن في ألف هتطلع دلوقتي عشان إحنا عملنا ألف، في لون هيظهر، في شكل هيتاخد، في كل حاجة دي. عادي جدا. تعال نشوف كده الاول نمشي الريسايكل ماشيه ازاي. ضفت كنترولر، الكنترولر ده هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه ايه؟ عشان توصل للاكشن ده اسم الكنترولر سلاش مين؟ اسم الاكشن، اسم الكنترولر اسمه هو، اسم الاكشن اسمه ايه؟ اندكس. انا قلت له ريتيرن فيو، والفيو بتاعتي هو بيدور باي ديفولت على صفحه اسمها هوم سلاش اندكس في الفولدر ده، بيدور على صفحه اسمها اندكس في الفولدر اسمه هوم سلاش مين؟ اندكس. اروح للفيو هلاقي فوق صفحه اسمها مين؟ اندكس. لو الصفحه دي اتغيرت مش هيعرف يرجعها. طيب هعمل صفحه ثانيه كده معاكم بسيطه المره دي اسمي. اتفضل يا باشمهندس. فور ان الاستشارب ده اللي في الفيو، لا شغال سيرفر برضه، السيرفر هو اللي بيريترنوا ال HTML. طيب كويس المعلومه دي. بص كده يا شباب كليك يمين جو تو فيو، مش احنا كاتبين فور اهو، مش احنا كاتبين فور وكاتبين كل شيء والكلام ده. البراوزر حضرتنا ما يفهمش حاجه، البراوزر ولا يفهم غير HTML و CSS و جافا سكريبت. بص انسبكت كده ولا هتلاقي حاجه اسمها فور، ولا هتلاقي حاجه اسمها كذا. فين فين اللي هي هلو؟ بص فين السي شارب اللي اتكتب؟ عارف اللي حصل؟ عارف اللي حصل ايه؟ ان الفيو ده ما بروحلوش اصلا. عارف اللي بيحصل ايه يا شباب؟ صلى على سيدنا. الكنترولر ده هو اللي بيجيب الفيو عنده ويعرضها ازاي؟ بص اول ما قلت هنا هوم سلاش اندكس فتحت الصفحه دي. اول ما جيت هنا الكنترولر ده الريتيرن فيو بيروح يجيب الفيو من الفولدر، يروح يجيبها زي ما هي ويروح يعمل لها مين؟ بارس ل HTML ويبدا يعرضها لليوزر. يبقى اليوزر فعليا ما بيروحش للفيو، هو اليوزر بيتكلم مع الكنترولر والكنترولر هو اللي بيرد لليوزر على اليوزر. يبقى هنا ما بنروحش، ما بنتكلمش مع الموديل، ما بتكلمش مع الفيو، انا بتكلم مع مين؟ والكنترولر هو اللي بيمانج مين؟ الداتا بتاعتي. طيب عشان المعلومه تثبت تعالى نعمل اكشن ثاني. ماليني كده ويجي عايز اعمل اكشن، اعمل واكشن ازاي؟ بابليك ارجع مين؟ اكشن ريزلت. والاكشن ريزلت المره دي هسميها بقى تيست بقى، انا سميتها تيست. المفروض اقول له ريتيرن مين؟ فيو. فيو كده واحد قلت له كده.
هل انا عندي فيو دلوقتي اسمها تيست؟ طب اوصل لدي اعملها ازاي؟ لا قريت كليك. لا انا لا عايز اوصل افتحها، انا مش عايز اضيفها. هوم سلاش مين تيست. يا ساره عايز اضيف الفيو دي، كليك يمين عليها اقول له مين؟ اد فيو واسميها تيست. انا مش هضيف، انا مش ايه؟ مش هضيف. بس لما اكتب في الحاله دي هوم سلاش تيست، تعالى طبعا هوم بدل اندكس اقول له مين؟ تيست. او قلت له تيست عمل ايه؟ قال انا رحت للفولدر اللي اسمه هوم دورت على حاجه اسمها تيست ما لقيتش، وفي الشيرد ما لقيتش. طيب قال لك لو انا عندي الصفحه بتاعتي في الهوم ده في صفحه اسمها تيست كانت هتتضاف. يا عم انا رخم ومش عايز اعمل صفحه اسمها تيست، انا عايز ارجع الاندكس في التيست. قال لك الفيو دي فانكشن. معناها فانكشن ولا جايه كده يا اميره؟ بتاخد كام حاجه؟ اول حاجه ما بتاخدش حاجه، بترجع لك فيو بنفس اسم الصفحه، بنفس اسم الاكشن. اسم الاكشن اسمه ايه؟ فيدور ما لقاش. تاني واحده بياخد منك اي فيو، يعني انت في سيبه دلوقتي، بياخد منك اوبجكت، بياخد ايه الغرض دي بقى؟ بياخد سترينج فيو نيم. بياخد سترينج ايه؟ يعني ايه سترينج فيو نيم؟ يعني اسم الفيو. انا والله بص الاكشن اسمه ايه؟ تيست، وهو هيدور على تيست. يا عم انا مش هديك تيست، انا عايز اخليك ترجع في ايه؟ في اندكس. دي بتاخد منك اسم، اول ما اديها الاندكس معناه ان تيست هيرجع فيو اسمه ايه؟ انا اللي عايز كده، انت مالكش دعوه، انا عايز ارجع الاندكس. قال لك باي ديفولت لو انت ما حطيتش حاجه باي ديفولت هيدور على فانكشن اسمها ايه؟ تيست. باي ديفولت انا عايز ارجع الاندكس اكتبها هنا، ارن الابلكيشن، ارن الابلكيشن اهو هوم سلاش مين؟ مش هيفتح لي تيست، ده راح فتح لي مين؟ الاندكس اللي انا كنت عاملها اصلا، صح ولا لا؟ طيب لو انا كتبت له اندكس غلط، بص 3 3 3، هل الاندكس دي موجوده؟ لا. اعمل رن، اعمل رن بس الاول، اعمل ريبيلد، ريبيلد كده كليك يمين ريبيلد، ريبيلد يعني ايه؟ كومبايلر الكلام ده تاني، واعمل ريفريش. هيجي يقول لي انا اللي دورت على اندكس 3 3 3 ما لقيتش ولا في الفيو ولا في الشيرد ولا في اي حاجه من ده كله. حد عنده مشاكل لحد الان؟ طيب ممكن لطيف لذيذ كده حضرتك تيجي في الكنترول اللي انت عملته، بدل ما بترجع سترنج خليه يرجع اكشن ريزلت وريتيرن فيو ويشوف الفيو هتكتب فيها اي اتش تي ام ال،